محمد العالمي رئيس جمعية الفكاهة المتحدة للثقافة والفنون. نعم. يعني الان حنا في هذه اللحظه هذه كنوضعوا اللمسات الاخيره على الاجراءات التنظيميه ديال الدوره الثالثه لمهرجان فاس الوطني للفكاهه. حنا اليوم بعد ما عقدنا هذه الندوه الصحفيه مازال كيفرقنا على بدايه المهرجان يوم واحد اللي هو يوم الغد، ابتداء من يوم الاربعاء غادي ننطلق فعاليات من الدوره الثالثه من مهرجان فاس الوطني للفكاهه، اللي غادي ينطلق النشاط ديالو الاول بزياره لمركز مؤسسه عبد العزيز بن دريس لاعاده الادماج. غادي ندخلوا عندك الوليدات، فالمهرجان ما كنبغيوش يبقى فقط حبيس اسوار المركب الثقافي الحريه، فكذلك الناس اللي ما كيمكن لهمش يجيو يشوفوا المهرجان، فحنا كنوصلوا لهم المهرجان حتى لعندهم مباشره. من بعد غادي نبقاو مع انطلاق الورشه التكوينيه، وغادي نبقاو مع يوم مفتوح لساكنه مدينه فاس باش انهم يجيو ويزورونا في المركب الثقافي الحريه. غادي يكون عروض فكاهيه، غادي يكون كذلك عرض مسرحي، غادي يكونوا كذلك فواصل موسيقيه باش ماشي الناس يجيو يشوفوا فقط الفكاهه، الفكاهه غادي يكون كذلك الموسيقى بالاضافه. يعني البرنامج هو غني ومتنوع، فيه عروض فكاهيه، فيه مسرحيات، فيه كذلك توقيع بعض الاصدارات وندوات فكريه بالاضافه لورشات تاطيريه في مجال الالقاء المسرحي وكذلك الكتابه الساخره. واش كتشوفوا المتابعه الاعلاميه للاعداد لحد الساعه يعني 10 منابر اعلاميه مكتوبه واكبت مكتوبه يعني ورقيه واكبت المهرجان من حيث الكتابه، بالاضافه الى ذلك يعني عشرات المواقع الالكترونيه التي يعني نشرت بلاغ المهرجان. يعني اخص بالذكر هنا منتدى تراث فاس، ليس لانه يعني الاخوان يقومون الان باستجوابه، ولكن لانه يعني قبل ما نفكروا في انه نعقدوا ندوه فكانوا معنا كشركاء اعلاميين. كذلك السنوات اللي مضات كانت معنا هيسبريس، كذلك معنا موقع الفرجه، كذلك معنا عالم نوح من سوريا، كذلك كانت معنا اذاعه صوت العرب من القاهره، ومجموعه من المنابر الاعلاميه، وكذلك اذاعه فاس الجهويه ولي غاديو اللي عندنا هنا في فاس. ومازال كننتظروا يعني انه مازال يزيدوا يزورونا بعض الاخوان الاعلاميين. بالنسبه للاعداد اللوجستيكي والمادي وكل شيء على ما لحد الان يعني ما عندناش مشاكل وما عندناش عراقيل على المستوى المادي ولا على المستوى اللوجستيكي. يعني حنا كنحاولوا نخدموا بالمسائل اللي عندنا واللي توفرت لنا، والشركاء ديالنا ما تيبخلوش علينا، للجامعه الحضاريه لمدينه فاس يعني في قدر المستطاع اللي عندها يعني وفوق الامكان ديالها انهم كيوفروا لنا اي حاجه بغيناها ولا هذا، حتى الا ما كانتش في المستطاع كيحاولوا باش انه يكونوها. كذلك يعني الاخوان في ولايه جهه فاس بولمان، وزاره الثقافه، المدير الجهوي لوزاره الثقافه، المسرح الوطني محمد الخامس، الحمد لله ما كاينش مشاكل. الدعم العمومي كيتم كيف ما كنتوا كتمنوا. نعم. حنا يعني الدعم اللي كيكون اللي عندنا حاليا هو دعم ديال الجمعيه من خلال انشاء الانشطه ديالها السنويه. حنا مازال كنبحثوا على دعم خاص للمهرجان باش يكون يعني واحد الدعم كبير اللي من خلاله نقدروا يعني نغطيوا مصاريف الفنانين اللي نقدروا نجيبوهم الاسماء الكبرى، وكذلك يعني باش يكون عندنا اسماء وزينه في المهرجان كيف ما شاروا لها الاخوان الصحفيين. لقاءنا بكم غيتجدد في المهرجان. في المهرجان ان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق. مرحبا سي مفضلي. شكرا تراث منتدى تراث فاس.